الطرف اليمين نامي، تحول كرة تايب، يا سلام طارق يحولها اللي بشكل سريع، وصلت إلى التايب، طارق يعدي من الأول، يحول كرة اليمين يتقضي. الكل انتقد وقال خلاص انتهى مشكلته، أنه يرد في الملعب، يرد في المرمى، يحمي شباكه. الآن تمريره، ما في حق. الهلال أمام أولمبياكوس، كرة هلالية، التايب يعلي كرة بطريقة ذكية إلى العنبر. مثل هذه التحضيرات حيرجع على الأقل يستعد لياقة البدنية، على الأقل يلعب كرته. التايب يتقدم، يفكر في المرور، ملعوبة ذكية جدا، العنبر. بس ياهي لعبة، ياهي لعبة، اعطيني يا يونان، اعطيني اياها، اعطيني اياها. كرة القدم وقت كروي بصراحة، وليلة كروية الآن، والهلال يتقدم للأمام مع خطأ موجود لطارق التايب. بطاقة صفراء ماذا؟ يعني ما راح يبيه، اعتقد ان الحكم مش حيستعجل انه يعطي دادو مثلا بطاقة صفراء. طارق ما نتمنى ان نخسره، لا لنادي الهلال ولا حتى في الكرة السعودية، لأنه إضافة غير عادية. الآن كرة منقولة إلى العنبر في اليمين، نامي التايب يأخذ واحد، أخذ الثاني، عدي يا سيدي عدي، حولها للدائرة. 2008 يأتي الآن إلى أولمبياكوس بطموحات جديدة، طموحات أيضا لطارق التايب. ركز يا سيدي، خذ راحتك، خذ راحتك. يحول كرة، يمر الكرة، تمريرة التايب، يا سلام يا سلام. هنا في العاصمة اليونانية أثينا، تقدم الآن، تقدم موجود، وطارق التايب يطالب ببطاقات صفراء، ويطالب أيضا بأشياء توجه الآن لداركو كوفازوفيتش. لاحظ العرض البطيء، ملوش حل طارق التايب، ملوش حل، هنا ولا هناك، في دور السعودي ولا هناك في اليونان. تمريرة موجودة، ديدر دومي مقطوع، يا سلام يا ساتر يا ساتر يا تايب يا ساتر. الهلال في عدد من اللمسات، مهاجمات جيدة ومحاولات جيدة، وتمرير الآن جيدة، والحارس، الحارس السلوفاكي يتدخل في هذه اللعبة. شوف شوف طارق التايب، شوف تمريرته بشكل سريع للخطر. طارق التايب، التايب يتقدم، ومحمد العنبر يفكر بالهروب من الرقابة، عنده أكثر من حل. التايب، يا سلام، الله جماعة، التايب نوتة موسيقية ومقطوعة وأدوات فنية وموسيقار ومايسترو في نفس الوقت، هو فرقة موسيقية وحدة، فرقة أوبا 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 أوبا. والعارضة الجديدة، العارضة الجديدة، العارضة. طارق التايب حيعدي، حياكله وبالراحة وبالراحة، يا سلام. نالدرالديس في الدائرة، طارق التايب يمر كرة ممتازة لجهة اليمنى، تجود تمرير الآن، مقطوعة للتايب، يتقدم الآن في هجمة مرتدة سريعة جدا، فكرة التسجيل، فكرة التسجيل، يتقدم التايب، يتحرك الآن، معلوش حل. حكم المباراة يجب أن يشير بطاقات الصفراء والحمراء. لماذا يحدث هذا للاعبي الهلال؟ هذه ليست المرة الأولى ولا المرة الثانية، بل المرة الثالثة لهذا اللاعب أنتاز، للاعب اليوناني الدولي أنتاز. أولمبياكوس، سلامات طارق التايب.